كنت عايشه بخير وعلى خير حتى النهار اللي دقات عليا جارتي في الباب وقالت لي فاطمه الزهراء اختي بغيت نهضر معاك. قلت لها دابا شنو كاين؟ قالت لي فاطمه الزهراء الهضره اللي غادي نقول لك ماشي ديال الباب، دخلي لداخل ونهضروا. ايوا دخلت انا وياها للصالون، كيف جلست بغيت نوض نمشي نعمر كويساتاي وهي تشد لي في يديا وقالت لي دخلت عليك والله لا ما جلسي، ما خصني لا اتاي لا قهوه لا والو. قلت لها جيبوا داك كويس الماء ولا كويس العصير. قالت لي فاطمه الزهراء ما خصني حتى شي حاجه غير جلسي نقول لك هذاك الشيء اللي عندي ومشي في حالي. انا تما صافي خلعتني وقلت هادي علاش كدوي معايا بهذه الطريقه وهي مولفه الضحك والتقشاب، سمع علاش بالضبط مخلوعه هكا ومتوتره. ايوا جلست وقلت لها سمعنا اخبار الخير شنو واقع؟ قالت لي فاطمه الزهراء الهضره اللي غادي نقول لك راه ما سهلاش وراه الناس بزاف سمعتهم كيقولوها وتا واحد ما قد يقولها لك بالحق. انا راه ما يمكن ليش ما نقولهاش لك، راه الجوره والخبز والملح اللي بيناتنا يعني ما يمكنش نخبي عليك حاجه بحال هكا. قلت لها شوفي الله يرحم باك لا ما حقولي انا في ديك اللحظه فاش فكرت ولادي، كانوا عندي ثلاثه وليدات ذكوره كل شي واحد فيهم كيكمي شي واحد كيدير الحشيش هادشي اللي قلت غادي تقول لي ولدك كيدير شي مصيبه كحله. صافي انا كنت مستعده للحرب والقتال، صافي كنقول غير شكون فيهم باش نوض ليه. وهي تقول لي يا فاطمه الزهراء راجلك تزوج، وانا نطلقها بضحكه وقلت لها واش الهبيله تسطيتي ولا شنو؟ قلت لها عقوليها من قبيله، قلت لها كيفاش راجلك يتزوج؟ قلت لها شكون اللي كذب عليك هذه الكذبه؟ قلت لي فاطمه الزهراء ماشي كذبه هذه حقيقه. قلت لي راجلك تزوج سناء. قلت لها وين قالك تزوج سناء؟ شكون بعدا سناء؟ قلت لي سناء اللي خدامه عندكم في المطعم. قلت لها احنا ما خدامه عندنا حتى شي وحده سميتها سناء. قلت لي سناء اللي كانت خدامه عندكم في المطعم وكانت مره كتجي عندك للدار. قلت لها سناء صرا ما كيحملهاش راجلي كيف تزوج بها وراه هو اللي جرى عليها اصلا. قلت لي شوف اختي راجلك تزوج سناء والناس اللي قالوا لي هاد الهضره متاكدين منها ومشي سامعينها شايفينها بعينيهم. انا تما ما نقدرش نطيقها واخا جارتي وعارفاها زعما معقوله ولكن كلام بحال هذا راه مستحيل نطيقه، راه مستحيل البنات نطيقه. راه الراجل كان عندي درويش 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 لواحد الدرجه ما كتخيلش والبيضه ما كيحركهاش من بلاصتها. كانوا الناس كاملين كيقولوا عليا انا اللي قبيحه وانا اللي ما مزياناش حيت انا كنت واحد المره اللي معقوله. ومن النهار اللي عقلت على راسي وانا باغا نوصل كنت كندير المستحيل على ود داري وعلى ود وليداتي، كنخدم بالنهار وبالليل المهم هو نعيش وليداتي بخير وعلى خير. هذاك المطعم انا اللي درته بمجهودي، الدار انا اللي شريتها وانا اللي تكافحت عليها. اما الا بقيت على الراجل كنا باقي لحد الان غنكونوا كارهين وباقي مضاربين مع هذوك الخليصه اللي كنتخلص لا انا لا هو. المهم قالت لي الكلام ديالها وكانت دردبات مع الدروج وخلاتني غادي نحماق. بقيت كندور في هذيك الدار وكنقول اويلي هاد العجب اللي سمعت ما كاملاش حتى نص ساعه المكانه بردت حيت كنت متاكده راجلي مستحيل يدير حاجه بحال هكا. ايوا طيبت خداتي لان هذيك النهار ما مشيتش للخدمه وكملت نهاري عادي حتى دخلوا وليداتي خديتهم عطيتهم صوابهم مشاو في حالاتهم. من بعد جا الراجل باش يتغدى. ايوا دخل الراجل العمل لا ناشط ما بيه حتى شي حاجه، اتغدينا دوزنا جلسنا شويه فاش بغى يخرج انا تفكرت الهضره قلت له عرفتي فلانه قالت لي راك تزوجتي وخاصك تعرف بيمن وبسناء اللي ما كتحملش. هو يقول لي ورا فعلا راني تزوجت بسناء. انا ضحكت وقلت له واش كدي معايا بصح كيف تزوجتي بسناء؟ قال لي عاد تزوجت بسناء وراها حامله وناض من بلاصتو ودردب مع الدروج وخلاني. انا تماش غنقول لكم صافي ما بقيتش عارفه واش هذا الشيء بصح ولا كذوب. واخا كلشي كان كيقول لي ان هذا الشيء بصح ولكن انا ما قدرتش نتيق كيفاش غنتيق حاجه بحال هكا راه هادي ما كتدخلش للعقل. لبست عليا جلابتي ونزلت هذيك الساعه عند الجاره قلت دخلت عليك بالله لما قولي لي واش فعلا راجلي تزوج شكون اللي قال لك هاد الهضره؟ قالت لي وحق الله الا راجلك تزوج. قالت لي ولا بغيتي للتاكيد يلا هي معايا دابا عند سيدي اللي قالت لي الكلام. قلت ليها نمشي لحت على جلابتها حتى هي ودردبنا مع الدروج. ايوا مشينا عند السيده دقينا عليها السيده كيف شافتني شحال نقول لكم راه وجهها تبدل. قالت لها جارتي قولي ليها الهضره اللي قلتي ليا الاخرى نكرات. قالت لها ما قلت لك حتى شي حاجه اشنو قلت لك؟ قالت لها جارتي يا ويلك شنو قلتي ليا؟ يا قلتي لي انا فلان تزوج سناء وشتيهم بعينيك. قالت لها لا اختي ما قلت لك حتى شي حاجه حيت السيده كانت خايفه تجبد المشاكل خافت لها مثلا تجبد لها المشاكل في دارها يعني احنا العيالات راه كنخافوا بطبعنا. انا تما تلاحيت عليها وقلت لها العار اختي لا بقول لي شنو كاين. قلت لها عليك امان الله والله ما نقيسك ولا نجبدك ولا نقول لهم شي حاجه. قالت لي شوف اختي راجلك راه تزوج بسناء وراها فين ساكنين وها فين ساكنين وها فين ساكنين. كانت نعتات لي الدار بالتفاصيل
ايوا هزيت راسي انا وهذيك السيده ومشينا لهذيك البلاصه، سولنا فيها وفعلا لقينا ان الراجل ساكن تما وكيقول لهم ان سناء مرتو، والناس كاملين كانوا كيعرفوني حيت المدينه اللي كنا ساكنين فيها كانت مدينه اللي صغيره ما كبيراش بزاف، والمطعم ديالنا كان معروف وكانوا باينين ماليه، يعني كيعرفوني الناس انا وكيعرفوا راجلي بحكم انني انا كنت كنخدم تما، يعني ماشي كنت جالسه في الدار ولا، يعني قلت لكم كنت كنضرب تماره ديال بصح. وهذاك المطعم فاش يلا بغينا نجهزوه الفلوس كاملين خليناهم كريديات، وشكون اللي خلص هذوك الكريديات؟ انا اللي خلصتهم، انا اللي تقاتلت عليهم. اما راجلي فين ما كنقول له نديروا شي حاجه كيقول لي ما عندناش، هذاك الشيء كبير علينا بزاف ما نقدروش نوصلو، الدار هي الاخرى. النهار اللي كنت بغيت نشريها انا اللي شريتها، فاش قلتها لراجلي قال لي واش انت تسطيتي، واش حنا عندنا الفلوس، وانا تسلفت وتكلفت ودرت القرهات وما خليت ما درت حتى كنا شرينا هذيك الدار. ايوا تما صافي تاكدت ان راجلي فعلا تزوج بسناء. اش غنقول لكم، تخيلوا معايا امراه ماشي كتثق في راجلها، شي حاجه اكثر من الثقه لديك الجي، ماشي زعما كنثق فيه، راجلي كنت نتيق على راسي شي حاجه وما نتيقهاش عليه هو. بقوه ما السيد كيف ما قلت لكم درويش وعينيه ما كيهزوش في العيالات، وفي الخدمه كيكونوا خدامين معنا بنات سربايات، ما عمرو ما حزر شي وحده ولا حاشيها ليها ولا دوا معاها، حتى فاش كنبغيو نخلصوهم كيقول لي انت اللي تكلفي غير باش زعما ما يتعاملش معاهم، وانا متيقه راسي وكنقول راجلي راه كيبغيني وما يلقاش حسن مني وهضره بحال هكا. ايوا صافي انا رجعت من تما كنبكي، ربي لي عالم بيا ما قدرش نمشي لدارنا حيت وليداتي في هذاك الوقت كان ما بقى لهم والو الامتحانات. ايوا مشيت عند ميمتي، كيف دخلت وشافت حالتي مسكينه تخلعت وقالت لي ياك لاباس يا بنيتي شنو واقع، ياك ما وقعت شي حاجه لراجلك، ياك ما وقعت شي حاجه لوليداتك. قلت لوليداتي ما وقع ليهم والو، وحتى خانز العفطه ما وقع ليه والو، انا اللي وقع ليا ميمتي. قالت لي شنو وقع لك يا بنتي؟ عاودت لها هذاك الشيء بالتفاصيل. ميمتي بدات كتبكي. ايوا تما رديناها كناسه هي تبكي وانا نبكي، حيت ما نكذبش عليكم ما بغاش تدوز ليا من هنا، كيفاش الراجل اللي ثقت فيه يدير فيا هكا من غير الشمته ومن غير هذاك الشيء كامل بقات فيا حتى الناس اللي غادي يهضروا فيا ما غاديش يخليو ليا بكلامهم، حيت كان كلشي كيقول فلانه هي اللي مزوجه، فلانه لا كلام فوق كلامها ولا شوار فوق شوارها، كان كلشي كيضرب بيا المثال لا في المراه القاده المقده لا في هذاك الشيء ديال المراه اللي حاضيه وليداتها. انا كنت حتى حاجه ما كنفلتها، وليداتي تبعهم المدرسه، راد ليهم البال، راد بال لكلشي لكلشي، يعني كنت ما كنبغيش دير بيا وحاره ديال بصح. ايوا صافي بكيت حتى بردت، ومن بعد رجعت لداري حيت ما كان عندي ما ندير. ايوا وصلت للدار وجا الراجل في العشيه هادي بحال ما واقع حتى شي حاجه، دخل ما دويت معاه ما تكلمت، حطيت هذاك الشيء اللي قسم الله حنجره ودخلوا نعسوا، وانا دخلت نعس في بلاصتي. دازت هذيك الليله الغد لي مع الصباح مشيت للخدمه عادي، كنتعامل معاه برسميه ماشي زعما غوت عليه ولا قلت له كيفاش لا حتى شي حاجه. مهم بقينا على هذيك الحاله تقريبا 3 ايام. غادي تقولوا لي علاش بقيتي هكاك كتعاملي؟ غادي نقول لكم بقيت هكاك على ود وليداتي اللي كانوا عندهم امتحانات في هذيك الوقيته. مهم الراجل ما كانش دويت معاه نهائيا، والراجل تنكره وقال هادي زعما شنو، واش ما تيقاتش، واش زعما كتوجد ليا شي حاجه، حيت انا راه قلت لكم كنت مرا اللي حاره، يعني موضوع بحال هذا راه غادي نوض عليه الحرب العالميه الثالثه، يعني راه ما يمكن ليش ندوزو هكا مرور الكرام، يعني مستحيل يدوز. ايوا السيد صبر حتى هي وجا عندي وقال لي الشكا الشريفه ما دويتي ما تكلمتي شنو كاين؟ قلت له علاش غادي ندوي؟ حتى ما درتيها الحلال ياك عاد تزوجتي. ايوا سيدي بالصحه والراحه. قال لي انتي باش عرفتيني تزوجت؟ قلت له قالوا لي الناس وانت قلتي لي اه. قال لي شكون اللي قال لك انني فعلا تزوجت؟ له دبر راسك، تزوجتي انت جبتي المشاكل راسك، ما تزوجتيش شغلك هذاك. قلت له انا خويا راه ما سوقيش، انا الدار داري والمحل راني خدامه فيه، تزوجتي الله يطلق بها، انا ما عنديش الجرام ديال المشكل. السيد ما فهم حتى شي حاجه وكيقول واش هذه مرتي ولا شي مراه واحده اخرى، وحتى الناس كانوا عارفين انني سرقت الخبر، حيت هذيك جارتي كانت قالت لهم ان فلانه راه صافي عرفت راجلها تزوج، حيت انا كنت دايره كالحماره كالاطراش في الزفه، الجيران الناس كلشي كانوا عارفين الراجل تزوج بسناء وانا ما كنتش عارفه. ايوا صافي الناس كاملين كيقولوا مع راس مال فلانه علاش ما دواتش، فين هي القبوحيه ديالها وفين هي هذاك الشيء كامل ديالها، كيفاش دوزتها لي، حيت كانوا كيشوفوني انا وياه في المطعم، كيشوفوني انا وياه داخلين وخارجين زعما ما كاين والو. ايوا بقينا هكاك حتى النهار اللي دوزوا وليداتي الامتحانات وشدوا النقاط ديالهم والامور كامله تقادات. ف
فواحد النهار هزيت راسي ومشيت حتى لهذيك الدار اللي ساكن فيها خانس العفطه وهذيك خيتي، وقفت وكنت متاكده ان الراجل كاين الفوق. عيطت للبوليس وقلت لهم راجلي كيخوني وراه جالس في الدار هو والسيده اللي معاه، وانا جالسه لتحت وكنتسناهم دابا جاو عندي. ايوا البوليس جاو كيجريو، كيف وصلوا عندي طلعتهم للدار. ايوا دقوا حل لهم الراجل. نعم ملعام، قال لهم الخيانه الزوجيه. قال لهم الراجل هادي راه مرتي، كيقولها وبالفم المليان. ايوا انا تما قلت له كيفاش مرتك؟ قال لي مرتي وها هو العقد. قلت له على هذاك كنقلب. ايوا نزلوهم من تما مشينا للكوميساريه كاملين. جلسنا قالوا ليها شنو ما شنو كتقول؟ قال لهم هادي مرتي وها هو العقد ديالنا وهادي راه مرتي الاولى وباغا تجبد لي المشاكل. قلت له كيفاش هادي مرتي الاولى وهذا العقد؟ على هذاك العقد باش درتيه؟ انا خويا ما سينيت على حتى شي حاجه، الا سينيت على الموافقه وريها ليا. تم السيد زنق عاد فهم القالب اللي درت ليه، حيت انا كنت عارفاه تزوج ماشي ما عارفاش، وانا درت له هذاك القالب باش الا كان مزوج بالفاتحه يبان، الا كان مزوج بعقد رسمي غيبان انه مزور، حيت غادي يكون يدير شهاده العزوبه يمزور الموافقه وحده من الزوج. هو السيد دير شهاده العزوبه باش مزوج، يعني انه بحال معمر تزوج، وديك شهاده العزوبه دايره جديده وحنا راه ساكنين في مدينه وحده اخرى. ايوا صافي شدوا السيد قالوا ليه تزوير ما تزوير، السيد ولا كيقفقف، عائلته كاملين جاو شافوا ليه المحامي، قلبوا في الوقت اللي كانت القضيه مرونه. انا مشيت نيشا للمطعم قشطته ما خليتش فيه بولا هي الاخرى، الطوابل الكراسة هداك الشيء ديال الكافيتيريا كامل، هداك الشيء ديال الطياب كامل هزيته وديته للمحل اللي كنت كارياه من قبل. كنت كارياه وصالحه ومقاداه في الوقت اللي كانوا وليداتي كيحفظوا باغيين يدوزوا الامتحانات. قديت كل شيء، عيطت للناس اللي كانوا خدامين عندنا في هذاك الريستو قلت لهم تبعوني للبلاصه الفلانيه، والبلاصه اللي كريت كانت في السونتر فيل وكانت احسن كاع من البلاصه اللي كان كاري فيها هو، حيت هذاك المحل الاول الماتريال انا اللي شريته، ولكن عقد الكراء كان في سميتو هو، حيت زعما هو الراجل حاشاكم حاشا باش يكون راجل. ايوا صافي قديت اموري في الوقت اللي كانوا خوتو عائلته كيجريو معاه باش يخرجوه من المصيبه الكحله اللي كان فيها. انا في ديك الوقيته عرفت شكون اللي مخرج اللي داير هذيك الطنعيره كامله، اللي كان داير الطنعيره ماشي راجلي ولا الناس، لا مرتو حاشاكم سناء كانت حامله وقربت تولد وقالت لك حلفت بحلوفها هي حتى النهار اللي تولد الناس كاملين يعرفوا ان فلان مزوج بها، ما يبقاش مزوج بها في السر، وكانت معوله مسكينه تولد ودير السبوع وتفرح، ما كانش كيسحب لها النهار اللي غادي نعرف غادي ندخلوا الحبيب بيس وغادي دير السبوع غير بوحدها. ايوا الحصول ما فيه في الوقت اللي الراجل كان كليكم كان كيجري ويجاري باش يخرج من هذيك المصيبه الكحله اللي لاح راسو فيها، انا كنت حليت المطعم ديالي والناس كاملين تكبوا عليا حيت كلشي ساق الخبار لهداك الشيء اللي وقع ليا. ايوا المطعم كان عامر حتى لهنا والفلوس كيدخلوا عليا كيف الشتا، خصكم عاد ما جات تهلا في راسها وعاد ما جاتها الحياه. باغا نقول لكم انه ما بقاش فيا الحال وما حسيتش بالشمزه، بقى فيا الحال وحسيت بالشمته ومرضيتش قدام الناس، وكيما كان عندي ما ندير كان عندي حل واحد هو انني نكمل حياتي في البلاصه اللي وقفت فيها. كملت خدمتي وقفت مع وليداتي حتى رصيتهم عاوتاني من جديد وكملت في حياتي طبيعيه. ايوا الراجل كانوا حكموا عليه بواحد المده ديال الحبس، فديك المده انا كنت عايشه الحياه بالطول وبالعرض، وفي الوقت اللي خرج كنلقاني دافع الدعوه ديال الطلاق. انت صافي ما يمكن ليش نعيش معاه، ما يمكن ليش نعيش مع راجل فقدت فيه الثقه، راجل غدرني وعلاياش على التخربيق، علاش اصلا غادي يتزوج؟ اشنو منقصه عليه انايا؟ ايوا السيد خرج جا مسكين قال لك حقا ما حقاش فرت ليا الماتيريال. قلت له الناس كاملين شاهدين ان الماتيريال انا اللي درته بالتعب ديالي وبشقايا، ولا شي حاجه درتيها انت نردها لك. قال لي الدار، قلت له الدار الحمد لله مكتوبه في سميتي وكسبناها على ود التخلويض اللي كنتي كدير انت في خدمتك الاولى، حيت راجلي كان خدام واحد الخدمه وكان كيدير واحد التخلويضات فيها، وعلى ود هذاك الشيء هذيك الدار ما كانش بغى يكتبها في سميتو حيت خاف لجيه مثلا سيزي ويضربوا ليه الدار. ايوا السيد دار حتى دار وتلفو مثل عارف ما يدير، وكان عارف بالقانون ما عنده فين وصلني، ولا جاني للقباحه انا هي امها، هذاك الشيء علاش تركن في بلاصتو ورجع لحالته الاولى، الحاله اللي كنت لقيتو عليها النهار الاول، ورجع لخدمته الاولانيه ديال التخلويض. حاليا انا عايشه مع وليداتي بخير وعلى خير، باقي في نفس المطعم ديالي، وليداتي الحمد لله اللي قرا قرا واللي خدم خدم
وانا عايشه حياتي بالطول وبالعرض، وهو فيما كان تلاقى معاه كان دراسي في حاله ما كنعرفوش، والسيد فاش كيتلاقى معايا كنحس بعيني باغيني يخرجوا. شحال من مره كنصيفط ليا العائله وهذا باش زعما ترجع العلاقه، ولكن انا حلفت بحلوفي عمر هذيك العلاقه لا رجعت، حيت الكاس فاش كيتهرس ما كيرجعش كيف ما كان. انا ما ظلمتوش نهائيا وما ديتش له ديالو، انا الحمد لله رديت غير حقي، هذاك الشيء اللي ضربت عليه تماره. الا جيت نتحاسب معاه هو اللي خاصو يخلصني، حيت هو اللي ضيع عليا سنين ديال حياتي، سنين ديال حياتي وانا متيقاه، سنين ديال حياتي وانا كنقول مزوجه راجل، راجل اللي غادي يكون بيا، راجل اللي الله يعمرها دار، راجل اللي كلشي كان كيحسدني عليه. الحاصل هنا سالات قصتنا، القصة اللي كنت شاركتها معكم قبل من هذه المرة، شاركتها معكم في بدايات القناة، وكانت هذه هي القصة اللي عرفتني على عدد كبير ديال البنات. اليوم عودتها لكم صوت وصورة، حيت هذه القصة عزيزة عليا بزاف، وأنا شخصيا علمتني بزاف الحاجات، وعرفت أن بعض المرات الأشياء اللي كنشوفو في الدنيا أو كنشوفو الأشخاص ما كتكونش هي الحقيقة. بعض المرات كتشوف شي راجل اللي درويج ولا شي مرة شي درويشة، ولكن الداخل ديالو كتلقى السم القاطع، وبعض المرات كتلقى شي عيشوري ولا شي عيشورية، ولكن الداخل ديالو كتلقى طفل دري ضريف ولا درية ضريفة الله يعمرها دار. المظاهر في بعض المرات كتكون خداعة، والمعادن كيف نوء في المواقف. هذاك الشيء علاش بغيت نقول لكم ردوا البال راسكم، وكنتمنى ان طريقه السرد ديالي تعجبكم. الحصول هنا ما بقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم، خليت لكم الراحه، السلام عليكم.